الألتراس باعتبارها تنظيم عالمي مبني على مبادئ التشجيع، الوفاء والتضحية والإضافة الاستعراضية من فن وإبداع وحماس وأخلاق. نجحت الأورانج بويز في تفعيل كل هذه المبادئ منذ ظهور الفكرة بالمدينة يوم 25 مارس 2007. من هذا النهار طموح ديال الشباب داخل المجموعة كان هو الوصول بالفكرة لأعلى المستويات، وبعد نضال مستمر استطعنا أن نفرضوا رأسنا على الصعيد المحلي والوطني، وهذا الشيء بتغيير العقلية اللي كانت سائدة، اللي كانت كتشوه صورة المدينة وشوه المعنى الحقيقي لحب المدينة والفريق، بالتشجيع الغير منظم والإغفال ديالها على الفساد اللي كتشهدوا المنظومة الكروية، اللي فتحت المجال للانتهازيين والمرايقية اللي همهم غير فلوس والمصالح ديالهم. احنا هاد العقلية والثقافة السائدة قطعنا معاها إيمانا منا بالقناعات والمبادئ اللي خلتنا ندافع على قيم كرة القدم وعلى المدينة ديالنا والفريق ديالنا، مرتكزين على الفكرة وعلى التمويل الذاتي، يعني كنمولوا راسنا براسنا بحال البيع ديال المنتوجات والانخراط السنوي اللي بهم كنجسدوا على من جات الفكرة اللي هي الإضافة، يعني اللي ما كانش يندار من قبل، تيفوات، كراكاجات، درابوات، جداريات، ميساجات. وهذا الشيء كيف قلنا لكم المساهمة والمساندة ديالكم نبينوا مدينتنا من جديد بلا ما نغيبوا قيم وكرم بنزناس، من الأفكار تكون الفكرة وبيكم تكون مجموعتنا. فمرحبا بكل واحد بغى يساهم من قريب ولا من بعيد، مرحبا بكل واحد بغى يعطي الإضافة، مرحبا بكم انتوما فاتح غشت اللي غادي تفتح فيه أبواب الانخراط. بركاني كتغير على مدينتك وكتبغي فرقتك، أجي نخارط معانا. عاشت مرضى بركانية، عاشت الأورنج بويز.